معنا أبو عبد الله، تفضل أخي أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. الله يحييك، تفضل. اقصر التلفزيون أبو عبد الله، اقصر التلفزيون. طيب. الله يحفظك، تفضل يا أخي الكريم. تفضل. سؤال واحد بس يا فضيلة الشيخ. نعم. السؤال طال عمرك، من أكل الثوم هل يجوز له يصلي في البيت أم يصلي في المسجد؟ أيهما أفضل يعني؟ شكراً. أول شيء تجنب أكل الثوم عند حضور الصلاة، أو أكل البصل أو ما فيه رائحة كريهة لئلا يؤذي المصلين. فإذا بقيت فيه رائحة الثوم أو البصل أو الروائح الكريهة فإنه لا يذهب إلى المسجد حتى تزول عنه الرائحة ويصلي في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وليصلي في بيته دفعا للأذى. نعم.